شكرا سي عبد الله. رجاءً سي عبد الله، نقطة نظام في التسيير. لا على أيين. شكرا. غنسجلوا الملاحظة. السيد الوزير، النواب والمستشارون وجهان لعملة واحدة، إلا قاموا بالوساطة راح نقمنا بها، نابوا علينا، جزاهم الله عنا ألف خير. شكرا. نمر إلى السؤال الموالي والسؤال الخامس، موضوعه حصيلة الموسم الجامعي الحالي وإجراءات تنزيل النظام البيداغوجي الجديد. كلمة لحد السادة المستشارين من مجموعة العدالة الاجتماعية لبسطي السؤال. تفضلوا السي مصطفى الدحماني، تفضلوا السيد رئيس. شكرا سيد رئيس. السيد الوزير، السؤال يتعلق بحصيلة الموسم الجامعي، واللي من خلاله نود أن نتوجه ومن خلالكم طبعا لبعض مسؤولي الجامعة المغربية على أن التوشح بالرمز الفلسطيني لا يمكن أن يكون محل ازدراء أو استخفاف، بل هو شرف وفخر لكل مغربي ومغربية. شكرا. جاوبكم على السؤال. تنظن بان هذاك راي شخصي ديال الاستاذ، تنظن بان ما ندخلوش في هذا السياق هذا، ربما غلط. ماشي كل انسان كيقدر يغلط، ولكن انا اللي بغيت نجاوب عليه واللي مهم، وهو هذا الدخول الجامعي هو كيخلينا نطبقوا هذا التحول ديال المنظومه اللي طورنا فيها جميع المسالك، اللي اليوم 1037 مسلك مقابل 570 مسلك خلال الموسم الماضي. نوعنا بالنسبه للمسالك وحاولنا نتجاوبوا مع جميع المتطلبات ديال سوق الشغل. وبغيت نشكر في هذه المناسبه الاخوان ديال النقابات، وكذلك الاخوان ديال السي جي ام اللي تعاملوا معنا بهذا الموضوع هذا، باش نديروا تكوينات اللي تكون ملائمه سوق الشغل. وكتعرفوا الحكومه والاهميه اللي كتعطيها اليوم بالنسبه للتشغيل.